أهلا بكم من جديد. في المغرب عرضت مؤخرا مسرحية بعنوان حفيد مبروك للمخرج عبد الكبير الرجاجنة. تعالج المسرحية قضية التطلع الطبقي لدى الطبقات المتوسطة بطرق مشروعة وغير مشروعة، كل هذا في إطار كوميدي. منمنمات كان حاضرا في العرض بمسرح محمد الخامس والتقى صناع العمل، فلنشاهد. اليوم أننا تنفتتح أول عرض لهذا العمل الجديد اللي هو تحت عنوان مسرحية حفيد مبروك، وهي للكاتب الكبير الأستاذ عزيز مهوب. وهذا العمل هو مهدى إلى روح فقيد المسرح المغربي السي عزيز مهوب اللي وفاته المنية مؤخرا، واللي أعطى الشيء الكثير في المسرح المغربي سواء في الكتابة أو في الإخراج أو في التشخيص. واليوم تنعيد هذا الريبرتوار ديال المسرح المغربي برؤية جديدة وبإخراج جديد وكذلك ممثلين جدد. اليوم تتنطلق إعادة الحياة إلى خشبات المسرح، فتنتمنى أن اليوم الجمهور أنه يتمتع ويفرح ويتجاوب مع هذا العرض المسرحي ومع الأحداث دياله ومع المشاهد دياله ومع الممثلين دياله. تنتمنى أنها تكون فرجة ماتعة للجمهور المغربي اللي هو متعطش للفرجة المسرحية. الدور ديالي في هذه المسرحية الاسم ديالو رقوش، هو دور كيتكلم على الرشوة، على شهادة الزور بالأساس، يعني كيفاش الناس كيستعنوا بناس أخرين القضايا في محاكم بشهادة ديال الزور. حاولنا نسلطوا شوية الضوء على هذا النوع ديال الناس ولكن بطريقة كوميدية أكثر. فرحانة بزاف على أنني كنشتغل في وسط طاقم جميل، طاقم بالنسبة لي محترف جدا، وحنا بالنسبة لنا دابا مبقيناش غير أعضاء فرقة ولينا أسرة والحمد لله.